السعادة مع المعصية كالخل مع العسل، لا يجتمعان أبدا، والليل والنهار لا يلتقيان في دقيقة واحدة، لابد من فراق. لذا من مفاتيح السعادة البعد، وخاصة البعد عن ذنوب الخلوات. بعضنا ما يعصي الله في الجلوات مع الناس، ونعم، لكن إذا غلق الأبواب نسي باب الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وصاحب الذنوب الخلوات حياته دمار دمار. www. وقبل ما يدخل التفت الباب مقفل ولا لا، ثم دخل، طلع من الغرفة من أفضل الناس سمتا. يا مسكين، هذه الساعة التي قضيتها في معصية ستدمر اليوم واللي بعد اليوم، ولذلك كل ما تقابله سينقلب لك عدوا، وسيعذبك الله بكل منة ونعمة كنت فرحا بها يوم أن أتتك. أفرح شيء زوجة وإذا هي تعصيه، ابن إذا هو يخالفه، مال إذا هو لا بركة فيه، إذا هو خائف، إذا هو ضائق. بعض الناس تصدقون الآن يقول أنا خايف بس والله ما أدري من إيش، أنا ضايق صدري بس والله ما أدري ما السبب، أنا فيني عبرة بس والله ما أدري سببها. اضبط وضعك مع ربك حتى تضبط العلاقات مع الخلق، فإن قلوب كل من حولك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعلا كيف شاء. تبغاها تتقلب وتكون طائعة، إذن اضبط علاقتك مع الله جل وعلا. عبد الله بن الإمام أحمد عندما رأى والده في عناء قال أبتاه متى الراحة؟ قال الراحة عندما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا ونستقبل ونخطو أول خطوة إلى جنات النعيم. الراحة هناك، واللي يبحث عن الراحة في غير لقاء الله وفي غير طاعة الله مسكين، نقول له مسكين. من أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقد فاز فوزا عظيما، فإن الذكر شأنه عظيم، لا تريد أن تضيع منك ثانية فضلا عن دقيقة تحس بالغبن، فاشتغل بطاعة الله واشتغل بعمارة وقتك بما يرضي الله. أن هذا القلب خلق لعبادة الله ولينشغل بعبادة الله، فإذا شغل بأمور أخرى قلق واضطرب، فدواؤه أن يعاد لما خلق لأجله، وأن يشغل بالشيء الذي خلق لأجله وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما يكون الذكر بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.